كده هي المذيعه كانت مرات طارق دينا رامز. دينا رامز قالت لا بوظتوا لنا البرنامج خلاص. هم كانوا عايزين اثنين بقى يبقى في خلاف ما بينهم. لا 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 ما فيش روح اجمل من روح الدكتوره ملكة زهراء. ده حقيقي. وانا سعيد جدا جدا ان انا عرفتك يعني واتقابلنا وما شاء الله عليك يعني. انا بشكرك مره ثانيه دكتوره ملكة يوسف زهراء وباكد مره ثانيه يعني مدى طيبه وقلبها الابيض الكبير والواسع اللي بننتقل من كوميك شو ل برنامج المشاكل هو حكومة شو. هذا البرنامج أستاذ عزب عادة نسمع عنه إن وده كان دليل على الديمقراطية والحرية إنه في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك هنفاجأ ببرنامج بيهاجم الحكومة وإن بيتقلد بقى أحمد نظيف رئيس الحكومة وبيتقلد أنس الفقي وزير الإعلام وصفوة الشريف. كل الشخصيات اللي برزت سواء كانوا أعضاء مجلس الشعب أو وزراء وبعض الإعلاميين كمان. كمان. يعني كانوا 35 شخصية. كانوا 35 شخصية. وده كان قبل 25 يناير. ده. المفروض كان يتذاع قبل 25 يناير. ده 2000 وإنتاجه 2009. نعم. وبعدين كان المفروض يتعرض في رمضان قبل ده كان انتاج التلفزيون المصري. كان انتاج تلفزيون مصر يعني. وبموافقه طبعا انس الفقي. طبعا انس الفقي استاذ انس الفقي طبعا لا شخصيه انا بحترمها جدا جدا الى جانب ان انا كنت خضت تجربه مع المهندس اسامه الشيخ. نعم. في برنامج ونجاح برنامج كوميك شو. نعم. فما اقترحت فكرة حكومة شو هو قالوا ان لما نيجي نعمل حكومة مصر نعملها في تلفزيون مصر. ده كلام استاذ صفوت الشريف استاذ انس الفقي والمهندس اسامة الشيخ. فنعمله في تلفزيون مصر كان مع ان كان في قنوات تانية هتدفع فلوس اكتر وانتاج اكبر و و و الى اخره. بس كان في خطوط حمراء ما كانش بيقول لك ده خف شويه ما تقلدوش ما تم. لا بالعكس تخيل ما حد انس الفقي نفسه كان بيتقلد خالص. في البرنامج ده انس الفقي كان بيتقلد وفي نفس الوقت كنا بنعمل مره حلقه عن انجازات كان الدكتور نظيف عمل كتاب عن انجازات خمس سنوات. فعشان نصور الحلقه دي كان لازم يبقى معانا الكتيب اللي فيه الانجازات دي والحاجات دي. أيوه. فهنجيبه منين مش موجود مش موجود عند العام. جبته من مكتب الاستاذ انس الفقي وادهوله هو طبعا. هل هو تعتقد هو كان واخد موافقه يعني امنيه او موافقه شفهيه حتى من الدوله ولا هو ده كان اجتهاد من انس الفقي؟ والله هو كان ليهم نهج في المرحله دي اللي هو ازاي الاعلام المصري ينجح ويتطور ويعلى جدا. لو تلاحظ شويه اللي هم من 2007 2008 كده ل